صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي. فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا وشفاء مرضانا. عطر المجلس وأفواهكم بذكر الصلاة بأعلى الأصوات. أولا وقبل كل شيء نبارك لكم حلول هذا الشهر الكريم، حلول شهر الله العظيم، شهر رمضان المبارك والكريم. هذه أولا. راح نبدأ إن شاء الله شوي شوي بالتسلسل نتكلم هالليلة مقدمة. أنا ما أريد أجيب محاضرة طويلة وعريضة وتفسيرية، لا، إنما مقدمة إن شاء الله الليالي الجاية. والأمر الثاني، أنا أحب أن أتقدم لأن ما كنت موجود بالحادثة والواقعة، كنت في سفر خارج هم العراق وهم إيران، كنت في سفر بعيد وما سمح لنا الأمر أن نكون في خدمتكم إلا بعد محرم الحرام وبعد سفر المظفر، جئنا إلى هذه المنطقة. وأحب أن أعزي الإخوة الكرام وهذه المنطقة وهذا السلف وهذا الحي، وأعزيكم جميعا برحيل الأخ العزيز المؤمن المهذب المثقف المخلص الحسيني، الذي يكل اللسان عن مدح أخلاقه وجود كرمه وعطائه وإخلاصه للحسين، الأخ كاظم أبو جواد رحمة الله تعالى عليه مع ولديه الشهيدين. وهنيئا له، الله سبحانه وتعالى حشره مع ركب الحسين وحشره مع الحسين وآل الحسين. أهلا وسهلا مولاي، سادتنا ومشايخنا، صلوا على محمد وآل محمد. حياكم الله سيدنا العزيز، نورتوا وشرفتوا مولاي، كل أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مولاي، كل الهلا بكم. وحقيقة أنا لا أجامل، والإخوة يعرفون طبعي أنه لا أجامل ولا أحب المجاملة ولا أحب المبالغة بالأمر. أنا تأثرت برحيله كثيرا جدا كثير، تألمت وتأثرت حتى أكثر من أقاربنا. عندنا كانت فواتح أيضا من أقاربي راحة، وما تأثرت بقدر ما تأثرت بأخونا وعزيزنا أبو جواد،
وأنا هناك في إيران أيضا نصبنا له عزاء ومأتم، والإخوة المؤمنون حضروا في هذا المأتم ويستاهل، يستاهل هنيا لأنه في طريق الحسين وخدمة للحسين، وقدم أولاده باسم الحسين وقدم مهجته ونفسه للحسين. وهنيا لكل من ذكره يقول رحمة الله عليه، يعني خلف أخلاق طيبة وسيرة طيبة، ولولا الناس ما تترحم عليه هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الكريم اللي خلد اسمه بتخليد اسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله له الرحمة ولولده ولنا الصبر الجزيل إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى جعل في العبادات مراحل من الصبر، لأن كل عبادة تحتاج إلى صبر، بس مقدار الصبر يختلف من عبادة دون عبادة، من عبادة إلى عبادة. طبعا هذا المجلس قلت لك مقدمة مو محاضرة، مقدمة للمجالس الجاية. كل عبادة تحتاج إلى صبر، بس هذه العبادة تختلف، كل عبادة يختلف صبرها وتختلف صبرها من عبادة إلى عبادة. ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقسم العبادة أو يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا لي شباب، الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على المصيبة، صبر على المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه شنو راجعون. هذا صبر على من؟ على المصيبة. الإنسان يفقد له أخ، يفقد له ولد، يفقد له أبو، يفقد له عزيز، فيصبر ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا صبر على من؟ على المصيبة. زين، هذا النوع الأول من الصبر. النوع الثاني من الصبر صبر على الذنب والمعصية، صبر على الذنب والمعصية، اللي يقسم الصبر الإمام علي عليه السلام. ترى زين، في بعض الأوقات وبعض الناس يتعرضون للحرام، يتعرض للحرام وعنده فرصة الحرام لكنه يصبر ولا يعمل الحرام. أكو بعض الناس عمله وشغله معرض للرشوة، صح لو لا؟ بعض الناس عمله وشغله معرض للرشوة، مثل مثلا كثير من الأشغال، خاف أجيب بعض المصاديق البعض يزعل. زين، بعض الأشغال معرضة للحرام، معرضة للرشوة، وهو يحتاج إلى المال لكنه يصبر فلا يأخذ، لأن الراشي والمرتشي كلاهما وين؟ في النار. واضح مولانا؟ هذا صبر على من؟ صبر على المعصية وعلى الذنب، صبر على المعصية وعلى الذنب. وقصة ابن سيرين معروفة، قصة ابن سيرين معروفة، هذا الولد الشاب الجميل اللي كان بزاز، بزاز. زين، في قصة طويلة ما أحب أن أسولف على المنبر مولانا، سوالف طويلة. فهذا أعجبت به امرأة، مرن عجبت به، كلش باختصار قاعد أجيبها لك. فيوم من الأيام هي تروح وتجي على الدكان، تشوفه بالله هو لأنه يعني صانع، عد أستاذ، عد معلم، صاحب المحل طلع، هو ظل يبيع. فتروح وتجي تريد تشوفه كون يصير وحدة تستخلي به. فمن صار وحدة أجت قالت له أنا عندي قماش في البيت، تأخذه من البيت وترجعه إلى المحل. ها؟ قالها أنا الآن المحل ما حد بي ولازم أبقى بي. فبعد الإصرار، قلت لك قصة طويلة، بعد الإصرار والإلحاح قبل أن يذهب مع المرأة، فراح مع المرأة ودخل في بيتها، والبيت له بابان، دخلت في شقة صالة أو كذا إلى بابين، فدخلت من ذاك الباب أغلقت باب، وباب الثاني دخلت إلى جوف البيت داخل. فرجعت دخلت على ابن سيرين، ولد شاب جميل، دخلت عليه والشيطان معها، وكانت عارية أعاذنا الله وإياكم من الحرام. فالشاب ماذا صنع؟ تهيأ للحرام. الآن الحرام متهيأ، حاضر، جاهز عنده، لو مو جاهز يرجع يسوي كيف مولانا؟ زين، ما حد يشوفه، لكن شوف الإيمان يردعه أم لا، يصبر على الذنب والمعصية لو لا. راد ميل، دق منا، راح منا، قلها اتق الله، أمة الله، كذا، نحن في مرأة ومنظر ومحضر من الله، لكن ما فات. على العموم أجت خطة، قالها
أنا أروح أقضي حاجتي، أقضي حاجتي وأرجع لك. قالت له والدليل أنه ترجع لي؟ شنو الضمان؟ قال لها الضمان أنزع ملابسي، ثيابي أنزعها إليك. فنزع الملابس الفوقية الفوق نزعها وانطاخ وما يطلع عريان. فقديما إحنا نسميه مولانا، العفو العفو، إحنا نسميه تشول، أنتم ما شو يسمونه يعني، مكشوف الـ هذا النجاسة مكشوفة أجلكم الله. فشوف الإيمان شو يسوي، والصبر على الذنب والمعصية ماذا يصنع؟ أخذ تلك العذرة، عذرة الإنسان بيده زين، وأخذ يلطخ بها وجهه ورأسه وصدره وجسده أمنيا فرارا من الحرام، من المعصية. شوف أكو ناس هيك يخافون من الله ويشرب من الحرام، وبعض الناس يدور عليها دوار مولاي. وحتى في شهر رمضان، حتى بشهر رمضان يطلع يلعب قمار، حتى بشهر رمضان، بشهر رمضان يلعب قمار، في كل شهر تلعب، هذا الشهر هم تلعب مولانا، هذا شهر الله، يلعب قمار، يكذب، غيبة، نميمة، بهتان، سرقة، كل شيء يسوي لكنه صايم، كل شيء يسوي لكن شنو مولانا؟ صايم. تطي ما يقول لك لا أنا صايم، صح لو لا؟ زين هو توه مكذب، توه متعدى على الناس، أو توه لاعب القمار وماخذ رشوة وهو صايم بس ما يشرب ماي. على قولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كثير من الناس ليس لهم من الصوم إلا الجوع والعطش. زين بس جوعان وعطشان لكن هو صايم، يعني كفارة وقضاء ما عليه، فدية ما عليه، خلاص زين، لكنه صيامه هذا هواء في شبك. فهذا دخل عليها بتلك الحالة طردته، طردته هو أمرادها حية من الله، خذ الهدية ماتوا وشرد ركض وهو كل النجاسة وكذا. يقول الإمام الصادق ما من أحد يمر عليه ابن سيرين إلا ويشم منه رائحة المسك والعنبر. ليش مولانا؟ لأنه صبر على المعصية، هذا نوع من الصبر على المعصية والذنب، هاي اثنين. الصبر الثالث اللي يرتبط بكلامنا هذا، الصبر الثالث صبر على العبادة، صبر على العبادة. العبادة تحتاج إلى صبر، ها؟ وإلا الصبح بعض الناس يربي عضلات، بعض الناس يشوفه يربي عضلات ويلبس ملابس ضيقة مولانا، خاطر العضلة تبين شنو كبيرة، ويمشي بالشارع وبس أنا وبس بس أنا الأبو. زين هاي مو شجاعة، العضلات تربيها الشجاعة والقوة، الشجاعة مو شجاعة أن تحمل أثقال. إذا أنت شجاع حقا الصبح إذا قال الله أكبر أرفع البطانية وقوم، هاي الشجاعة، مو ذيك الشجاعة. الشجاعة هنا، أكو بعض الناس يربي عضلات ويشيل أثقال وخمسين كيلو ومية كيلو وميتين كيلو لكن الصبح ما بيشيل البطانية مولانا، صح لو لا؟ وتفوت الصلاة ويقول أنا شجاع وأنا أخو خيتي وأنا أخو الزلمة وأنا كذا. لا مولاي، لا مو هذه. زين فهاي العبادة تحتاج إلى صبر، لو ما تحتاج إلى صبر؟ تحتاج إلى صبر. الخمس، إعطاء الخمس يحتاج إلى صبر لو ما يحتاج إلى صبر؟ يحتاج إلى صبر. واحد عنده 10 ملايين يريد يخمسهم مولانا، ايش قد خمسة يصير؟ مليونين، ياهو يعطي مليونين. زين ياهو يعطي مليونين. واحد مثلا 50 مليون عنده، خمسهم ايش قد يصير؟ 10 ملايين، ياهو يعطي 10 ملايين. فد مرة بطقة واحدة ويعطيها لموامنا مولانا، شلون يصير؟ لا صارت ولا دارت، ما يتحمل. لكن الله سبحانه وتعالى يبارك في الخمس، واضح؟ يصبر على ذلك، يعطي الله يعوضه بعشر أمثالها، أضعافها، واضح مولانا؟ زين. من أصعب ومن أشد ما يحتاج إلى الصبر، من أشد العبادات التي تحتاج إلى الصبر هو الصوم والصيام. الصيام يحتاج إلى صبر، صبر على العطش، صبر على الجوع، صبر على الملذات، صبر على الشهوات، صبر على كثير من القضايا. ولهذا لأنها صبر، أنا أعطيك آية من القرآن قبل أن نشرع بالآية الكريمة التي قرأناها على مسامعكم. أنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا، اقرأوا وياي، اقرأوا وياي الشباب، انتبه لي، مو أي واحد يطب عين منا ومنا، شوي انتبه لي زين. واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا الصبر شنو الصبر هنا؟ الصبر بمعنى الصوم. منين عرفنا الصبر بمعنى الصوم؟ لوجود قرينة، القرينة شنو؟ عفية، عفية. وجود الصلاة تدل تثبت لنا على أن الصبر بالآية يعني شنو؟ يعني الصوم. واستعينوا بالصبر والصلاة يعني واستعينوا بالصيام والصلاة. هنا الصبر بمعنى الصيام لوجود قرينة الصلاة.
زين الله يعبر عن الصيام بمن؟ بالصبر. يحتاج إلى صبر لو ما يحتاج إلى صبر؟ يحتاج إلى صبر. بعض الناس مقضين الصيام بالنوم، زين هذا صبر قليل. أو بعض الناس لا مولانا هذا يشتغل من الصبح للظهر يظل يشتغل، ها هذا يحتاج إلى صبر لو لا. أو بعض الناس حداد حداد، أنا أعرفهم مولانا يتصلون علينا بالحوزة العلمية نجيب على أسئلتهم، يقول لي أنا حداد حداد وأشتغل بهالحر، هذا هجير الحر، شايف إيش قد حر، ها هذا هجير الحر ويشتغل بالنار مولانا، يشتغل بالنار، هذا ايش قد الى صبر، ايش قد يحتاج الى صبر، وهو شنو مولانا؟ هو صائم، هو صائم. واضح مولانا شلون حبيبي؟ فاذا الصيام يحتاج الى صبر، ولهذا لما الله شرع الصيام وشرع الصيام شرعه بطريقه دقيقه تختلف مع بقيه الفرائض. نقرا الايه هسه، بسم الله الرحمن الرحيم، 183 من سوره البقره. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أولا خاطبكم بمن؟ بالذين آمنوا، هاي يسمونها لذة النداء، أزال تعب العبادة والعناء، لذة النداء. يا أيها الذين آمنوا يعني أهل الإيمان شنو مولانا؟ يصومون. من علائم الإيمان، من آثار الإيمان هي شنو مولانا؟ الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب يعني فرض عليكم، ثبت عليكم، كتب عليكم القصاص، بسم الله الرحمن الرحيم. ونكتب ما قدموا وآثارهم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كل كتبنا هذا بمعنى الإثبات والفرض والقضاء الحتمي، واضح مولانا؟ كتب عليكم الصيام يعني قضي عليكم الصيام، يعني ثبت أو ثبت عليكم الصيام، أي فرض وجب عليكم الصيام. الصيام هو معروف بعد مولانا، هو الإمساك عن الشيء يسمى صيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا شوي انتبه لي هذا بها كم نقطة، أنا ما أريد أطول عليه، قلت لك أنا هالليلة بس مقدمة مو محاضرة. زين اسمعني مولانا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني قبلنا أكو صيام لو ماكو صيام؟ إذن أكو صيام، لكن شنو نوع الصيام وإلمن كتب على الذين من قبلكم، إلمن هذا الصوم؟ أكو كم رأي. الرأي الأول اسمعوني شباب، هذا يفيدك الحكي رجاء. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قالوا فقط الأنبياء. الله كتب الصيام على المسلمين وعلى قبل المسلمين. قبل المسلمين ياهم قالوا بس الأنبياء، بس الأنبياء، مو أمم الأنبياء، لا فقط الأنبياء الله أوجب عليهم الصيام، بس الأنبياء المعصومين مثل موسى عليه السلام، مثل عيسى عليه السلام. مثلا النبي موسى عليه السلام لما ذهب إلى الطور، ذهب إلى جبل طور معروف، ووعدنا موسى 30 وأتممناها بعشر، عفية عفية هيك، هاي أول ليلة هيك تجابون، ممتاز ممتاز، واضح مولانا؟ إيش قصارا 40، يقال على أن 40 يوم كان صائما موسى لما ذهب لمناجاة الله، للقاء الله، لما ذهب إلى الطور كم يوم صام؟ 40 يوم. كذلك عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم كان يذهب إلى الصحراء إلى البيداء فيصوم 40 يوما، 40 يوم يصوم، يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن هذه الأمور بأجمعها. شي يقولون؟ يقولون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ياهم اللي قبلكم فقط الأنبياء، مو أمم الأنبياء. هذا رأي. الرأي الثاني، الرأي الثاني قالوا لا، على الأنبياء وعلى أمم الأنبياء، مو بس على الأنبياء، حتى أمم الأنبياء كانت تصوم، بس صومهم مو مثل صومنا مولانا، لا لا لا، أولا صومهم مو لشهر رمضان. أكو واحد قاعد يحكي لو لا؟ زين صلوا على محمد وآل محمد. مولانا على الأنبياء وعلى أمم الأنبياء، صيامهم يختلف ويا صيامنا. ما كان شهر رمضان بأجمعه، مو شهر، شهر يعني 30 يوم، ولا شهر رمضان، زين يختلف. في بعض الأمم كانت تصوم يوم الخميس فحسب، من كل أسبوع يصومون يوم الخميس. واليوم كذا أكو بعض الأديان اللي هم يسمونهم أديان يصومون يوم الخميس، مثل الهندو، الهندوس،
سامعين الهندوس؟ الهندوس على فرق في شمال الهند، في شمال الهند أكو هندوس، أكو فرق للهندوس. شمال الهند هندوسيين يصومون يوم الخميس، واجب عليهم يصومون يوم الخميس ويلبسون أصفر، يروحون إلى معبد وعند الإفطار لا يأكلوا إلا اللون الأصفر، الطعام اللي لونه أصفر يأكلونه، ويروحون إلى شجر الموز يسقونها مياه ويأخذوا حوائجهم من شجر الموز. هذا الموز هذا ها مولانا، هذول الهندو عندهم صيام يوم الخميس كل أسبوع. تروح إلى الزردشت، الزردشت تعرفون الزردشت؟ الزردشت غير والمجوس غير. المجوس من الأديان السماوية من أهل الكتاب، الزردشت مو من أهل الكتاب. الزردشت موجودين الآن، البعض منهم موجود في إيران وأنا رأيتهم بعيني، وعندهم عبادة خاصة، عندهم عبادة يخلون النار، وعندهم عبادة قليلة طبعا يعدون بالأصابع زين، عندهم عبادة خاصة يطفرون من النار زين، ويحجون فت كلمات بالفارسية مو حاجة أنا أحكيها بعد زين. الشاهد هذول عندهم صيام، يمت صيامهم مولانا؟ هذول صيامهم كل شهر، كل شهر يصومون يوم عن أكل اللحم، يصومون يوم عن لحم ما يأكلون. يقول لك هذا إفراط ويقسي القلب، أنا يوم واحد بالشهر ما أكل لحم زين، لحم ما يأكل. إذا مات عندهم واحد، إذا مات عندهم أحد يصومون ثلاثة أيام لا يأكلوا اللحم، إذا مات واحد عندهم ثلاثة أيام ما يأكلون اللحم. بعض فرقهم، بعض الفرق عندهم يصومون يوم الاثنين من السنة من الشهر الشمسي، الشمسي مو الهجري، احنا عندنا السنة الهجرية والشمسية والميلادية والثمودية. مولانا السنة الشمسية اللي موجودة في إيران وبعض الدول حواليها اللي يحيون عيد النوروز أو النيروز يسمونه، هذول مولانا يوم الاثنين من كل شهر، يوم الثاني ويوم الثاني عشر ويوم 14 ويوم 21 يصومونه، عندهم صيام خاص من كل الشهر زين. هذا نوع من الصيام. تروح إلى البوذا، البوذا أخو تعرفهم بعد مولانا، البوذيين معروفين، هذول البوذا يصومون في يوم البدر، يوم البدر يا يوم 15، هذول يصومون صيام لا أكل لا شرب لا كذا كامل، يظلون يابسين لحد ما هم عندهم تشريع خاص، واضح مولانا؟ هذا الصيام كان موجود. أكو بعض الصيام الآن عندنا حرام قبل الإسلام كان موجود زين، مثل من؟ مثل صيام الصمت، عفية، صيام الصمت، صيام السكوت زين. إني نذرت للرحمن شنو؟ صوما ألا أكلم اليوم إنسيا. زكريا صام ثلاثة أيام، مريم صامت ثلاثة أيام، صوم شنو مولانا؟ صوم صمت سكوت، ما يحكي ما يحكي، كل من يحكيها ما جابه، واضح مولانا شلون؟ إلا في طاعة الله يتكلم، إلا في ما يرضي الله يتكلم، واضح مولانا؟ الآن صوم الصمت، إحنا عدنا شنو مولانا؟ عدنا حرام، عدهم كان جائز، كانوا يصومون. صوم الوصال كان موجود، الآن عدنا حرام، زين صوم الوصال يتصل يومين إرداف، يومين ثلاثة أيام ما يأكل شيء، يظل صايم، هذا عدنا الآن بالإسلام شنو مولانا؟ حرام. كنت تعزل بين هذا الصوم وهذا الصوم، هذا اليوم بهذا اليوم بإحدى المفطرات التسع، تسعة من المفطرات عندنا طبعا على خلاف بين المراجع والفقهاء. الشاهد مولانا العزيز إذا هذا نوع من الصيام كان قبل الإسلام. بعض الأمم كانت تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، واضح مولانا؟ لكن إجا الإسلام، لما إجا الإسلام قيد لنا الصيام بمدة وأيام معدودة وزمن معدود محدود، واضح مولانا؟ ايش قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، الآية اللي بعدها لا بعدها، آية 185 ايش قال؟ قال سورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قيد الصيام وين؟ بشهر رمضان. أول قال شهر يعني الصوم كم يوم؟ شهر يعني ايش قد؟ 30 يوم. بعدين يا 30 يوم ذي القعدة ذي الحجة شوال محرم صفر ربيع، ياه قال شهر رمضان عينة. إذا شهر رمضان كامل الله أوجب علينا الصيام. أعطيك معلومة يمكن البعض منكم ما سامحها، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب من لا يحضره الفقيه، زين شو يقول النبي؟ يقول الله كرم الإسلام والمسلمين بكرامة. شنو هاي الكرامة؟ عجيبة هاي الرواية، أنا أول مرة أقراها مولانا. هذه الرواية يقول رسول الله أن الله قد أوجب صيام شهر رمضان على الأنبياء،
من قبل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شو يقول النبي؟ يقول أن الله كما أوجب صيام شهر رمضان علينا أوجب نفس الشهر ونفس الصيام على من؟ على الأنبياء. فما كان واجب على الأنبياء أوجبه علي وعلى أمتي إكراما وإجلالا لأمة محمد. واضح مولانا شلون صار له لا؟ يعني شهر رمضان على حسب هذه الرواية أن شهر رمضان كان واجب على من؟ على الأنبياء. فما كان واجب على الأنبياء أوجبه على النبي وعلى أمة النبي إكراما وإجلالا لهم، يعني رفع مقامنا، رفع منزلتنا. واضح مولانا؟ زين. إذن قال الآية تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شنو فائدة الصيام؟ فائدة الصيام كثيرة لا تعد ولا تحصى، حسب الروايات جدا كثيرة. فائدة الصيام الصحية، الروحية، النفسية، العبادية، الاقتصادية، الاجتماعية. مولانا آثار الصيام سامعينها من الخطباء والملالة هواي، لكن حسب الآية الفائدة الرئيسية المركزية الأساسية للصيام شنو مولانا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شنو؟ لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، يعني الصيام يأتي بمن؟ بالتقوى. بس هذه كلمة لعل، هاي كلمة لعل من الحروف المشبهة للفعل، تنصب الاسم ترفع الخبر، إن أنك أن ليت لكن لعل. زين، هاي لعل واحدة من عدهن، أسا بالتخفيف البعض يقراها عل. لعلكم تتقون، لعلكم شوية بها ترديد، ها؟ مثلا فلان أنت معزوم للعشاء، لعلي آتي، يمكن أجي، هاي لعل تفيد شنو؟ الإمكان والتردد، صح لو لا؟ هاي لعلكم تتقون، ياهو يحكيها، ياهو يحكيها الله سبحانه وتعالى. الله يتردد بالكلام؟ ما يتردد. شال ليش يجيب كل وقت لعلكم، لعلكم، لعلكم تتقون، لعلكم تفلحون، لعلكم تعلمون، لعلكم. هاي لعل لمن يجيبها؟ الله، الله خو ما بيتردد، ما يتردد ولا يشك. واضح مولانا؟ صح له لا؟ حاشا لله، وهو العالم بكل شيء، العالم بالأول والآخر. واضح مولاي؟ شال ليش هاي لعلكم؟ هاي لعلكم لا ترجع إلى المتكلم، إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما متعلقها العمل. لعلكم تتقون، يعني إن صمت وأقمت الصيام تنالك التقوى. إذا لعلكم المتعلق مو الله سبحانه وتعالى، المتعلق ليس علم الله، المتعلق هو عمل العبد وليس علم الله. أكو فرق بين هذه وهذه. لعلكم تتقون، يعني إن صمت، إذا صمت حق الصيام لعلكم تتقون تنالك التقوى. إذا صارت عندك تقوى شي يصير عندك؟ ها؟ واتقوا الله لعلكم تفلحون. توجهت شلون صار؟ الصوم يأتي لك بمن؟ بالتقوى. التقوى ماذا تأتي لك؟ بالفلاح، لعلكم تفلحون. راح نشرح الفلاح خلال شهر رمضان إن شاء الله بالأيام الجاية بشكل جدا دقيق وجميل إن شاء الله تعالى، مع ذكر الآيات والروايات مفصلة إن شاء الله تعالى. إذن هذا أثر الصيام، هذا أثر الصيام المركزي والأساسي والرئيسي. شنو مولانا؟ لعلكم تتقون. التقوى تأتي بمن؟ بالصيام. واحدة من أسباب التقوى هو الصيام، واحدة من آثار الصيام هم التقوى. زين، إيش قال؟ شهر رمضان. هذا الصوم مولانا إلى آثاره، هذا الصوم إلى آثاره، آثار جدا كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولهذا العلماء يقسمون الصوم كم قسم؟ ثلاث: صوم العام، صوم الخاص، صوم خاص الخاص. صوم خاص الخاص، عام خاص، خاص الخاص. العام خو لا يأكل ولا يشرب، صوم عن من؟ الإمساك عن الأكل والشرب. كل احنا اخو هذا صوم العام، كل احنا طبق منه ولا الحسيني لحد اخر الحسينيه، كل احنا عندنا صوم. شنو مولانا؟ صوم عام. هاي الناس كلها سنه وشيعه زين وشيان، كلها خير والمخير، كلهم عندهم صيام شنو مولانا؟ عام. الصوم الخاص لا، الصوم الخاص من صام صامت جوارحه، ايد الصوم، بطن الصوم، رجل الصوم، عين الصوم، لسان يصوم، اذان الصوم. مو والله صايم ويسمع غنى، صايم مثلا وينظر الى الحرام، صايم ويصيد اعراض الناس، هاي متعديه صايدها، وذي جايه شلون لابسه، وهاي باوع لها. واضح مولانا؟ هاي موجوده كثيره. وبعض الناس خو يسهرون للصبح، شايفينهم
بعض الناس يسهرون للصبح، ويا ريت يسهر للصبح بالعبادة، يسهر للصبح بالحرام، صح لو لا؟ ويصبح شنو مولانا؟ صايم، ويصبح صايم، وبالليل هو شنو وان كان؟ بالحرام. واضح مولانا؟ من صام صامت جوارحه، هذا صيام الجوارح. يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على مرأة، هو وجماعته مر على مرأة، هذه المرأة أو الإمرأة تسب جارية لها، عندها خدامة جارية، جارية تختلف فيها الخدامة طبعا، هذا بتعبيرنا، عندها جارية السب جاريتها، قال لهم اسقوها ماء، انها خطيه لسانها يابس، اعطوها ماي، هاي اللي قاعد تسب وتشتم، زين اعطوهم ماي، ياخذوا لها ماء، قالوا لها ان رسول الله يامرك ان تشربي ماء، قالت انا صائمه، انا صائمه. قال لهم قولوا لها لا خير في صيامك وانت تسبي جاريتك، لا خير بصيامك، لسانك هالطوله وضع مولانا، زين، وتقول انا شنو؟ انا صائمه بالبيت، تطبخ مولاي والدردمة على الريال، الرجال خو هذا صاعد نازل على الأولاد، لا أخلاق لا أدب لا كذا، والله هي صايمة وقاعد تطبخ وما حد زين، ما يجوز هذا. والرجال كذلك، الرجال طالع للشغل ويرجع للمرأة ويصي عليه، هم ما يجوز. واضح مولانا؟ الشاهد، الشاهد من صام صامت جوارحه، هذا صوم الخاص، كم نوع سارا؟ صوم العام كل احنا، صوم الخاص الصوم الجوارح، صوم خاص الخاص، هذا خاص الخاص كلف بعد، لا يناله إلا الأولياء، وهو صيام القلب بالإضافة إلى الجوع والعطش، بالإضافة إلى العام، وبالإضافة إلى الجوارح صيام القلب. هذا القلب منذ أن يبدأ بالصيام إلى أن ينتهي لا ينفك عن ذكر الله تعالى، هذا القلب ما يترك ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا صوم خاص الخاص. واضح مولاي شلون صار؟ زين، بعد عندنا بس كم كلمة إن شاء الله، كم عبارة، خاطر نتبرك هذا اليوم، نتبرك بخطبة رسول الله، بعض المفردات أحكيها إلك زين، ونختم إن شاء الله، طولنا عود هاي شوي شوي زين، بس أنا ما أخذكم شوي شوي، لأن أنتم ما شاء الله مداريني، أنا مداريكم، جزاكم الله خير الجزاء. ولهذا الله قدر وأعطى مقاما لهذا الشهر الكريم، الله خص هذا الشهر الكريم بخصائص ما اختصت بشهر من الشهور. أولا اسمعني مولانا، رجب شهر من؟ شهر علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، صح لو لا؟ رجب شهر علي، وشعبان شهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورمضان شهر الله. أول ميزة، أول ميزة، أول ميزة شنو مولانا؟ شهر رمضان شهر من؟ شهر الله تعالى، هاي أول ميزة لشهر رمضان، هاي واحد. ثانيا، كل الكتب السماوية، كل الكتب السماوية بلا استثناء نزلت في شهر رمضان، كل الكتب السماوية. أنا وياك واحد واحد، تجي إلى صحف إبراهيم، إبراهيم عليه السلام، صحف إبراهيم وموسى، إبراهيم صحفه نزلت في يوم الثاني من شهر رمضان، جدا جميل، يوم الثاني من شهر رمضان نزلت صحف إبراهيم. توراة موسى نزلت في اليوم السادس من شهر رمضان. إنجيل عيسى نزل في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان. زبور داود نزل يوم 18 من شهر رمضان. وقرآن محمد نزل في ليلة القدر. ولهذا القرآن شو يقول؟ ها؟ يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تعرف أنزل يعني شنو؟ إحنا عندنا باب الثلاث المزيد باللغة العربية، أكيد كلكم دارسين لغة عربية، الثلاث المزيد عندنا أنزل ينزل إنزال، أفعل يفعل إفعال، وعندنا نزل ينزل تنزيل، فعل يفعل تفعيل. شنو الفرق بيناتهم مولانا؟ وين ما تجد في القرآن كلمة نزل، القرآن إلى النزولان، نزول تدريجي، تدريجي حسب الحوادث والأيام والليالي والوقائع. النبي قد رسالته كم سنة؟ رسالة النبي عافية 23 سنة، من حكاها ثلاثة أحسنت، 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنين وين؟ بالمدينة. هذا القرآن نزل بشكل تدريجي خلال 23 سنة، وأكو نزول للقرآن شنو مولانا؟ دفعي،
دفعي، فد مرة نزل، كله نزل مرة واحدة. هسه نزل على بيت المعمور، نزل على صدر رسول الله، أو هذا عدة آراء ما نغرض بها. نزول دفعي، واضح مولانا؟ مرة واحدة نزل. إذن نزول تدريجي ودفعي. وين ما في القرآن تجد كلمة نزل، نزل على وزن نزل ينزل تنزيل، فعل يفعل تفعيل، يعني النزول التدريجي، يعني النزول. يعطيك آيات من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، نزله على قلبك، نزله يعني نزل القرآن على قلبك، نزول دفعي لو تدريجي؟ لا، نزله، نزله شنو مولانا؟ تدريجي. أعطيك آية ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا، نزلنا دفعي لو تدريجي؟ تدريجي، عفية. هذا إذا كلمة نزله. هسه نروح للكلمة الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة إنا أنزلنا، 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 أنزل ينزل إنزال، دفعي لو تدريجي؟ دفعي في ليلة القدر، دفعي، دفعي. آية ثانية، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، نزول دفعي لو تدريجي؟ دفعي. أعطيك بعد آية، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأه وياي، شهر رمضان الذي أنزل، عفية، أنزل فيه هذا الإنزال، شنو؟ دفعي لو تدريجي؟ دفعي. واضح مولانا؟ إذن من كرامة شهر رمضان، وهو شهر الله، أن الله أنزل القرآن بشكل دفعي كامل على صدر رسول الله، ولهذا استخدم كلمة أنزل، أنزل، أنزل أو أنزل. هسه مجهول له معلوم، لا فرق. زين، إذن كم خصيصة صار لشهر رمضان؟ اثنين، الأولى شهر من؟ شهر الله. الثانية كل الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان، هاي اثنين. ثالثة أن الله، اسمع هذه، أكو واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله بلغنا أن رجلا من بني إسرائيل لبس درعه، لابس درع الحرب، وآخذا سيفه ورمحه، زين، متهيئ، هذا جاهز، متهيئ للجهاد في سبيل الله 80 سنة. مولانا 80 سنة لابس الدرع، لا ينزع، ما ينزع إلا للضرورة، لابس الدرع وماخذ السيف، متهيئ لمن؟ للجهاد في سبيل الله. إيش قد إلى أجر وثواب؟ 80 سنة. إيش قالهم النبي؟ قالهم إن الله أعطاكم ليلة تعادل 83 سنة. يا ليلة، ليلة القدر شنو؟ خير من 1000 شهر. إيش قد يصير؟ 83 سنة، يعني أكثر ذاك من ذاك البني إسرائيلي من صاحب الدرع. واضح مولانا؟ هذه ليلة القدر، وين الله جعلها؟ جعلها في شهر يفرق فيها كل أمر حكيم، كل تقدر فيها الأعمال ليلة القدر. هاي ليلة القدر الله خلاها بشهر رمضان. شنو الدليل؟ شوف، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا نزول القرآن وين صار؟ بشهر رمضان. تروح ذيك الآية شنو؟ إنا أنزلناه في ليلة، إذن ليلة القدر وين صايرة؟ شهر رمضان. واضح مولانا؟ هاي كم ميزة صار لشهر رمضان؟ 3. الرابعة، الإمام الباقر عليه السلام يقول من مزايا شهر رمضان، الإمام الباقر يقول لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان. هسه البعض شوية ما يقبل هذه الرواية، يعدها من الأسناد الضعيف، يقول هاي الرواية سندها ضعيف، بس ما نجيب اسم بعض المفسرين. زين، هسه ضعيف ولا قوي؟ ما بها ضرر مولانا. زين، شي يقول؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، قولوا جاء شهر رمضان ذهب شهر. ليش سيدي؟ قال لأن رمضان اسم من أسماء الله. ليش اسم من أسماء الله؟ أنت تعرف رمضان شنو معناه لو لا؟ رمضان شنو معناه؟ رمضان معناه بمعنى الحرق، الحرق، الحرارة الهائلة، الحرق الشديد والحرارة الهائلة يسمى رمضان. هسه ليش يسمون رمضان؟ عدة أسماء، عدة أدلة، من جملتها لأنه يحرق الذنوب حرقا، يحرق الذنوب حرقا. زين، يعني الله يغفر الذنوب في شهر رمضان. اللي يحرق الذنوب، يغفر الذنوب، يكفر عن السيئات ياهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا، قالوا شهر رمضان، رمضان اسم من أسماء الله. عندنا رواية يقول من صام رمضان حقا، من صام شهر رمضان حقا، اسمعني إخواني، حقا يعني صيام الجوار، صيام صدق صدق، مو بس بالجوع والعطش، من صام شهر رمضان حقا كان كيوم ولدته أمه. زين،
أعطيك دليل. الدليل على ذلك آخر يوم من شهر رمضان، هل يوم آخر يوم من شهر رمضان؟ باكر أول يوم من شهر شوال، إحنا شو نسميه؟ نسميه عيد. شو اسم هذا العيد؟ اسمه عيد الفطر. زين، أغلبكم ما يدرون ليش يسمونه فطر، إحنا نسميه فطر. هسا عيد الأضحى معروف لأن يضحون به، عيد الغدير معروف مثلا، ها، بس عيد الفطر ليش يسمونه فطر؟ عدة كم دليل. واحدة من عدهن، واحدة من عدهن، أن الصائم يخرج من شهر رمضان ويرجع إلى فطرته، يكون كيوم ولدته، يعني نضيف من الذنوب والمعاصي. اللهم صل. زين، إيش قد عظيم شهر رمضان مولانا؟ جدا عظيم. أنا اليوم جبت لك شوية نبذة، نبذة فقط، بس هذه وبس. هو طولنا عليكم، اعتذر، هذه 45 صارت. زين، بس هاي وبس إخواني، هاي عود مقدمة، اعذروني، بس هاي وبس مولانا. اسمع هذه، اسمع عيوني، بس هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع، أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم. أكو بعض المفردات مهمة كلكم سامعينها، بس أكو بعض المفردات مهمة ما حد منتبه لها. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شنو؟ شهر الله. هاي أول كلامنا، أول ميزة، شهر من؟ شهر الله. بمن أقبل إليكم؟ هل يوم؟ هل ليلة؟ أول باكر أول يوم، باكر أول يوم. اسمع، شهر الله بمن؟ بالبركة والرحمة والمغفرة. إيش قد عظيم إخواني شهر رمضان. تعال، هذا أجر وثواب. هذا تعالوا جمع يا شباب، اسمعوا، اسمعوا كلام النبي. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، عفية، ولياليه أفضل وساعاته أفضل. هو شهر، إحنا خطار عند الله الشهر. إحنا بهذا الشهر شنو مولانا؟ خطار. إذا واحد كريم نفس ويجي له خطار، كريم نفس ويجي له خطار، الكريم إذا أجا خطار، الكريم شلون يكرم الخطار؟ خوش كرامة. بالأخص إذا الخطار والضيف طلب شيء، يقول له أنا هاليوم ما أريد تشريب مثلا، أنا أريد لحم، كريم وعنده يقدر يوفر له، يوفر له ما يوفر له؟ يوفر له كريم. ويجي له خطار ويحكي يدلل، صح لو لا؟ زين، الله شي يقول أنتم هذا الشهر شنو؟ خطار، ضيوف عندي، خطار، احجوا. هاي واحد. وأكو أكرم من الله، الله أكرم الأكرمين وهو القادر على كل شيء. بعدين تعال، الخطار نوعين، واحد يجيب لي عزيمة يطق الباب ويطب عليك، أو واحد تعزمه عزيمة ويجيك. يا هو اللي تكرمه أكثر، أبو العزيمة لو بلي عزيمة؟ طبعا أبو العزيمة تكرمه أكثر، صح لو لا؟ اسمع النبي شو يقول. يقول اسمع، هو شهر دعيتم فيه، دعيتم فيه إلى ضيافة الله. هذا الشهر مو إحنا عازمين روحنا، الله عازمنا. الله يقول لك تعال، الله عازمك، يقول لك تعال عمي، تعال، أنت خطار عندي، تؤمر وتتدلل، احكي اطلب وتتدلل، الله يطيك. ها، واضح مولانا؟ اسمع، شوف قدر هذا الشهر. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهلي. إلهي شنو كرامك؟ شتطينا؟ تطينا لحم، دجاج، تطي. قال لا 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 لا، شطي. شوف الكرم، شوف الكرم من الكريم شنو، شلون يعطيك الله؟ قال انت ما دامك خطار عندي، انفاسكم فيه تسبيح. انت تعرف انا ايش قاعد اقول؟ نفسك، هذا النفس، هذا النفس، انت هسه في غير شهر رمضان تسبح تسبيح. شوف الكريم شلون يعطيك، انت مو خطار؟ الله يقول لك تعال، أنا خلي حتى نفسك بأجر وثواب. هذا نشوف، أنفاسكم فيه تسبيح، تتنفس كم نفس؟ هذا تسبيح. شوف 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 الكريم شلون ينطي. شوف بعد، أنفاسكم فيه تسبيح، بعد ونومكم فيه، هذا للي مقضي شهر رمضان كله بالنوم. زين، هذا النوم أهم شنو مولانا؟ حتى لو نايم ما يخالف، نام مو مشكلة مولانا، مع ما أن النوم الكثير بكراهية، لكن حتى النوم بشهر رمضان شنو مولانا؟ عبادة. هذا كرم منين؟ من الكريم. هذا كرم من الكريم، ليش الله يعطيك؟ لأن أنت خطار عنده، أنت جيت له، هو ودى وراك، هو ودى وراك، ها، هو عازمك، هو داعيك، حتى نومك عبادة. شوف بعد مولاي الثالثة، وعملكم فيه مقبول. إيش تعمل؟ مقبول. ودعاؤكم فيه مستجاب. دعاءك
إذا دعيت الله ما انطاك بغير شهر رمضان، بشهر رمضان الله ينطيك دعاءكم فيه. اسمع 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 الوصية، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه ولتلاوة كتابه. لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهري شهر رمضان. فإن الشقي، شوف النبي شو يقول، رجاء اسمعني، ترى مو كلمات تمر عليك، كلكم سامعينها من الخطبة، أنا مسامحها، اسمع بس واحد خلي يدقق بيها. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، الشقي اللي ينحرم من مغفرة الله، الله فاتح أبواب السماوات والأرض يقول لك بس تعال تعال، أنت خطار عند حتى نفسك تسبيح، حتى نومك عبادة، وينحرم من الغفران، هذا شقي. بعد مولانا اسمع، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم. وقروا كباركم، مو انت شاب وقاعد على حيلك قاعد على القنف، يجي لك شايب ما بي مولانا قاعد بالقوة يجر نفسك، وانت قاعد كاشخ روحك او شاشخ روحك وذاك الرجال، لا وقروا كباركم، اعطي مكانك اله، هذا من الادب. ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، بعد وصلوا ارحامكم واحفظوا السنتكم، هاي وين شهر رمضان. بعد مولانا، وغضوا عما لا يحل النظر اليه ابصاركم. اسمع هاي كلها، واذا صليت لك ركعتين صلاه شطيك، هاي كلها اذا تنام عباده، اذا تتنفس تسبيح، اذا صليت ركعتين مستحب شطيك. ها اسمع، قال من تطوع فيه، رسول الله تطوع صلاة مستحبة، بصلاة اللي يصلي له ركعتين مثلا مستحبة، شو الله شطيك، من تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. الله أكبر، قد عظيم شهر رمضان. زين بعد، ومن أدى فيه فرضا، كان صلاتك مو صليها ثوابها يعادل قد، كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. شوف الفريضة تعادل ثواب قد، 70 فريضة. وأكثروا فيه بالصلاة على محمد وآل محمد. فإنها تثقل الميزان يوم تخف الموازين، الصلاة على محمد وآل محمد. بس هاي آخر عبارة، ومن تلا فيه آية من القرآن، تقرأ قرآن طول الشهر، هذا الشهر يختلف، اقرأ لك آية واحدة، شوف من تلا فيه آية كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. الآية الواحدة تعادل ختم قرآن من الشهور. عجيب هذا الشهر إخواني، لا تفوتونها. أكو ناس ويانا كانوا وذاك ذيك السنة ذاك العام، مو بس المجلس، في كل المجالس، هاي السنة ما نشوفهم هنا، كانوا يقعدون، أنا ما أنساهم، المرحوم بجواد الإخوة. زين أكو بعض المجالس أروح لها مولانا أقول له وين فلان وين حج فلان، هل يوم أنا جيت بالحدود الأولى جزاهم الله خير أجا ورانا مولانا، أنا سألت واحد واحد عن الإخوة عن الشيبة عن الشباب، البعض ما أعرف أسمائهم بالشكل أعرفه بس بالاسم ما أعرفه، سألت له شلون الشباب أخبارهم شيابنا شلونهم، أنا بالاسم ما أعرفهم الله يحفظهم بس أبو كامل أعرفه. زين والبعض الشيبة شلون شيابنا شلون كذا شلون فلان شلون فلان، سألت عنهم واحد واحد. زين لأن حقيقة فقدهم يؤذي، فهذه غنيمة فرصة، الله من علينا بعمر أن نغتنم هذه الفرصة، فإنها تمر عليكم مرة شهر رمضان، قضوها إخواني بالصلاة، اقضوا شهر رمضان بتلاوة القرآن بالحضور في مجال، لا تفوتونها ولا مجلس، لا تفوتون المجال، فرصة والله فرصة مولانا. 11 شهر أنت حر، شهر رمضان خليه إلك، خليه إلك، خليه لقلبك، خلي روحك، ربي روحك، ربي قلبك، عليك بالقرآن، عليك بربيع القرآن، هذا شهر رمضان اهتم الاهتمام كامل، اهتموا شباب، اهتموا بالمجالس، اهتموا بالصلاة، اهتموا بصلاة الجماعة، زين اهتموا بالأذكار، اهتموا بالصلاة على محمد وآل محمد.
ولهذا الكرم موصول من الله لمن؟ لآل البيت. شنو كرمهم مولانا؟ كرمهم كان يأتي الإمام زين العابدين سلام الله عليه في كل يوم من شهر رمضان، يأتي بالعبيد يطعمهم، يفطرهم، يعطيهم افطار، يعطيهم طعام، ثم يعتقهم لوجه الله. يقولهم يقول اذهب انت حر لوجه الله. شوف هذا كرم، كرم اهل البيت من كرمه، من كرم الله تعالى. واضح مولانا؟ هذا الكرم، هذا الجود، هذا العطاء. عندنا بعد كرم، وين الكرم؟ هذا الكرم، هذا الليل فاتخذوه جملا. كرم لو مو كرم هذا؟ هذا كرم. يدرب نفسه يريد نقتل، وهذه آخر ليلة من حياته. هذا الليل فاتخذوه جملا، القوم قصدوني يريدوني، يردوني أنا ما يردونكم، روحوا. زين، واحد لي يشوف الثاني، تلثموا تلثموا وطلعوا، خاطر لا أراكم ولا تروني، روحوا. شوف كرم الحسين، لكن راحوا، هيهات هيهات، أدوا ما عليهم للحسين عليه السلام. ها، وبذلوا كل شيء، طلقوا الدنيا وما فيها للحسين عليه السلام. وهاليوم أنا هذا المجلس ثواب أهدي لبجواد وأولاده رحمة الله عليه، أنا ما أنسى، ما أقدر أنسى. أنا خلال المجلس كم مرة قاعد أتطرق له، ما أقدر أنسى. الله وكيلك، ما أنسى قعدت هنا وبكاء ودعاء هنا يقعد قبالي، ودائما شيخنا فلان يوصي بالدعاء، شيخنا فلان يوصي بالدعاء، ما قال ادعي لي، دائما يوصل الغير، شيخنا فلان قال دعاء، فلان قال دعاء، فلان قال دعاء. لا تنسونا بالرحمة، هو وأولاده مولانا، جزاكم الله خير الجزاء. ها، هذا الكرم. لكن الحسين وين؟ يوم عاشوراء يقف الحسين وحيدا فريدا، لا ناصر ولا معين يستغيث فلا يغاث، ينادي بأعلى صوته: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هذه أنصارك يا حسين. خلي يسمع هذه الأصوات الحسين بصوت واحد إن شاء الله، تلبية لدعوة الحسين: لبيك يا حسين، ما شاء الله، لبيك يا حسين. ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ لكن أين الجواب يا حسين؟ والكل مجزرين على واهجة الرمضاء، لم يسمع صوت إلا صوت أشبغ الأصوات بصوت أمه الزهراء. عرفتها لو لا؟ وين قلبك راح؟ وين قلبك راح؟ خلي قلبك يرفرف هناك يم الضريح. أشبغ الأصوات بصوت أمه الزهراء، هذا صوت الحوراء زينب. حبيبي حسين نور عيني، حسين ماذا تقول زينب؟ خويا الله يا الله يعينك، ما لك معين. بالعافية عليك، سجل أول ليلة، أول ليلة خلي قلبك حاضر عند الحسين رجاء أنها. إلهي انظر إلى هؤلاء، انظر إلى قلوبهم، انظر إلى حوائجهم ومرضاهم. ها، خويا الله يا عينك، ما لك معين، هي معين وقامك على الغبر مطاعي. ايش عندك زينبها؟ انا مطاعين، انا منين، انا منين اجيب المرتضى مني؟ يا علي يا علي، ها، انا منين اجيب المرتضى منين؟ اقولها لو لا، ها، منين بويا علي فزعة وفريد فزعة على حس فزعة يا فزعة
فزعة وفريد فزعة على حسين على حسين يطلبون ثار بدر وحنين. الله يا أبا عبد الله يا الله، لكن شلون حال زينب لما وضعوها على ناقة ضلعة أبعدوها عن أبي عبد الله وعينها تربي على جسد الحسين. خويا لا تقول ما عندك مرو، وياها وياها جزاك الله خير أبيات الدعاء. خويا لا تقول ما عندك مرواي، ولا تقول ضيعت الأخو. ليش زينبها؟ خويا أنا ما خوذة يا حسين يا نقوة، خويا قوة قوة شوف الشمر بيه. احشو وياها 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 لا تخجلها. شوف الشمر بيه اش سواه من رخصة السادة، اش سواه ما هو ساطع لم تون تلو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد لشفاء المرضى قضاء الحوائج. الليلة الأولى من شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلك أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله. مضطر إذا دعا بعد مرة بعد وحدة يا الله. أما يا كاشف السوء والبلوى شافي وعافي كل مريض يا الله، بالأخص من أوصاني بالدعاء من قصدناهم بالدعاء، من على مرضاهم بالشفاء العاجل يا الله. اللهم الطالب حاجة في هذا المجلس في غيره، اقضي حوائجهم بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائدين تحت لوائه يا الله. وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا، أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، بالأخص إلى روحي وضريح المرحوم الشهيد أبو جواد رحمة الله تعالى عليه، وإلى والديه الشهيدين رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.